ينضم إلينا عبر سكايب الناطق باسم شبكة شام في دمشق وريفها مازن الشامي. سيد مازن، أهلا بك. نعم، مرحبا. حقيقة أريد الاستفسار منك تحديدا عن منطقة معلولة، عن البلدة. الثوار في البلدة انسحبوا لم ينسحبوا، ماذا يجري؟ نعم، يعني أمس بعد تفجير هذا الحاجز هناك وبعد تمشيط المنطقة من قبل الجيش الحر، انسحب بعدها الجيش الحر مباشرة، والأهالي المتواجدين هناك يشهدون بذلك. لكن إعلام النظام يقول إنه دمر المساجد والكنائس والآثار، هذا غير صحيح. يعني سيد الكريم، مباشرة بعد تدمير الحاجز تم الانسحاب مباشرة، يعني أكثر من 10 دقائق لم يبقى الجيش الحر في المنطقة. طب هل لديكم إثباتات أن الجيش الحر عندما دخل وخرج ما زالت الكنائس والأديرة على حالها، لم يتم نعم الاعتداء على أي شخص من أبناء البلدة؟ نعم بالفعل، يعني الأهالي المتواجدون في المنطقة يشهدون بذلك، وإن شاء الله سوف يعني يكون لدينا مقاطع وشهادات من الأهالي المتواجدين في منطقة معلولة. طيب ماذا على الإجمال يجري في ريف دمشق من عمليات عسكرية وما شابه، وإذا أردت أن تتحدث عن دمشق نفسها؟ نعم، اليوم حصل انفجار امام مركز البحوث الصناعيه في منطقه سومريه، والانباء تشير الى يعني سقوط اكثر من 10 اشخاص من شبيحه الاسد، فيما لا زالت يعني تشهد احياء القابون وجوبر وبرزه قصف عنيف وسقوط عده قذائف على حي التجاره والقذيفه قرب ساحه شمدين في ركن الدين. واليوم كتائب الاسد حقيقه يعني حاولت اقتحام حي جوبر الدمشقي من عده محاور، واستطاع الجيش الحر سد هذا الاقتحام وتدمير دبابه، كما اندلعت اشتباكات في حي القدم الدمشقي وذلك على جبهة المجمع الصناعي. وبالحديث عن الريف الدمشقي، يعني شهدت اليوم عدة مناطق قصف عنيف برجمات الصواريخ وقذائف الهاون كدومة والزبداني والمليحة والسبينة، التي تعرضت الأخير اليوم لعدة غارات جوية. كما قامت اليوم كتاب الأسد واللواء وفرط العباس في السيدة زينب بقصف مسجد الأوزاعي، مما أدى لدمار كبير في المسجد هذا. وتعرضت أيضا بلدة الدير سلمان لقصف بأربع صواريخ أرض أرض، كما طال القصف بلدة النشابية مع تنفيذ أكثر من 6 غارات على عدة مناطق في المرجو وخاصة نعم بلدة البلالية، بالإضافة لاشتباكات عنيفة يخوضها الجيش الحر في القلمون في معارك نعم الخضوع. سنكتفي بهذا القدر. الناطق باسم شبكة شام في دمشق وريفها مازن الشامي، شكرا جزيلا لك. على ضيق الوقت نضطر لمقاطعتك.